السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابة أبتدي الموسم معاكم بأن أشكركم كلكم، أشكر كل المتابعين والمشاهدين حتى اللي ما اشتركوا، أن القناة وصلت إلى هذه المواصيل ووصلنا إلى 25,000 متابع الحمد لله بفضل رب العالمين ثم بفضلكم أنتوا. فمثل ما عودكم إن شاء الله هذا الموسم راح يكون فيه جوائز وراح يصير فيه سحب مثل ما دائما نسوي، فراح يكون فيه سحب على جوائز، ولكن هذه السنة ما راح تكون بذور، راح تكون الجوائز اللي هي هذه اللي هي كور الترقيد الهوائي. طلبت منها كمية مثل ما تعودنا، تتركون تعليق أي تعليق إن كان في قسم التعليقات في هذا الفيديو إن شاء الله، وبعدها راح نسوي سحب إن شاء الله وراح نختار فائزين بشكل عشوائي، وراح أتواصل معاكم وأطلب عناوينكم علشان أشحن لكم هذه كور الترقيد الهوائي. وجدتها عملية جدا يعني بصراحة، بدل ما أستخدم أكياس وكذا أسهل جدا، وثاني شيء نقلل البلاستيك اللي نرميه، وثاني شيء هذه نقدر نعيد استخدامها قد ما نبي. هو في ثلاث أحجام، في الصغير والمتوسط اللي هو هذه، وفي الحجم الكبير. أنا شخصيا وجدت أن المتوسط هو الأنسب اللي إحنا أكثرنا نستخدمه ونتعامل معه، فطلبت من الحجم المتوسط للتوزيع. فمثل ما ذكرت، مجرد تركوا تعليقكم في أسفل القناة، أيا كان التعليق، كلمات حابين توجهونها لي، أسئلة، مواضيع حابين نتكلم فيها، أيا كان التعليق، وإن شاء الله راح يكون في سحب، والأسبوع اللي بعده إن شاء الله راح أعلن الفائزين، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. وشكرا لكم مرة ثانية على الثقة والمتابعة والتوصيل القناة لهذه المواصيل. مثل ما ذكرت، لو ما فضل رب العالمين ثم فضلكم أنت والمشاهدين والمتابعين لما وصلنا هذه المواصيل. ودائما أعيد وأقول لكم، كان بالنسبة لي أن لو أوصل حق 500 شخص هذه كان حلم، وكان بالنسبة لي حلم صعب جدا. فأعيد وأقول شكرا لكم كلكم، وإن شاء الله أشوفكم في الأسبوع الجاي ونعلن الفائزين حق هاي الجوائز إن شاء الله. وأتمنى أن تستفيدون منها وتكاثرون أشجار، وراح تشوفون استخدامي لها في حسابي في الإنستغرام اللي طلع في بداية الفيديو، وأيضا راح يطلع لكم الحين في أسفل الشاشة، شوفوا. وفي بعض الأفكار اللي ممكن تحفزكم في استخدام هذه كريات الترقيد الهوائي. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي ونعلن الفائزين. في أمان الله.